اخوي تصابت بهذاك المرض اخوي ديال كوفيد 19. هي كانت قبل ما كانت هي كانت مريضه في الاول، كانت مريضه بهذاك المرض ديال السكري. ملي كانت عيانه شويه كانت تمشي للسبيطارات، ملي كانت تمشي للسبيطارات شفنا داك الشيء ولات تزير بزاف. ملي ولات تزير بزاف ديناها لعند واحد لوبيطال، درنا لها الراديو، درنا لها السكانير، ديناهم السبيطار ميريزكو، شدوها اخويا. هذيك الساعة عرفوا راه في هذاك المرض اخويا ديال كوفيد، شدوها. هذيك الساعة الغد اللي جا غوتوا لينا حنايا درنا التحاليل، درناهم كاملين، خرجوا في ربعة والشيء الآخر خرج إيجابية عادية مزيانة. وهادشي اللي كاين اخويا، وتنتمناو من الناس اخويا ياخذوا احتياطات ديالهم اخويا، والناس اللي مراد اخويا تما يبقاو في ديورهم اخويا. هاي اخويا امي مشي مشات ليا والله يرحمها في هذا النهار هذا اخويا. انتشر بالعائلة، يعني احنا ماكلة وحدة كيسان وحدين غيكون بين اللمس، هادشي اللي غيكون الفيروس باش انتشر عندنا. لا ما جلوزين الصباط، الوالدة ديالك اصلا كانت مريضة، اما الاخ ديالك كان مريح قبل خويا، كان مريح قبل ما الشركة تكون في هذا الفيروس هذا، كان خويا مريح. جابت الوالدة الفيروس من السبيطار. واش نطالبوا بالناس اخويا اللي مراد واللي عيانين اخويا يبقاو في ديورهم بلا ما يمشيو للسبيطارات لا والو. تنتمنى الشفاء اخويا جميع المرضى وجميع الامه الاسلاميه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.